فيفعز شرحت بقى بشكل فني وعلمي المصانع ايه والمرحلة التانية ايه والفرن الجديد ايه والتطوير ايه. واولا هي شابة، فكمان بتدي احساس مبهج ان شابة واقفة في مصنع كبير في مؤسسة كبيرة، فاهمة راسها من رجليها وعارفة بتتكلم عن ايه، وانه بكرة بتاع الشباب. ثانيا هي آنسة او سيدة، وانا دايما والله بقول انتظروا النساء هم اللي هيجوا يحققوا النجاحات العظيمة. الاهم انها شرحت لنا كلام معقد جدا ببساطة. قولوا لي كفاية كلام يا أميرة وفرجينا التقرير. آه يلا نتفرج على التقرير وبعدين نكمل فقراتنا بعد التقرير. حديد عز، صناعة مصرية واعدة، ماضي وحاضر ومستقبل. ساهمت مصانع عز في نهضة الصناعة المصرية وإنعاش الاقتصاد المصري بما قدمته عبر سنوات عديدة. وحسب ما صرحت به عفاف عزة مدير تطوير الأعمال بالمجموعة، أن إجمالي الاستثمارات في مجمعات حديد عزة بالسخنة والدخيلة ومدينة السادات بلغ حوالي 5.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي إنتاج الشركة من الصلب نحو 6.2 مليون طن في عام 2023. تشرفنا النهاردة بزيارة من دولة رئيس الوزراء والسيد وزير النقل لافتتاح الفرن الجديد. الفرن الجديد ده بينتج 1.5 مليون طن صلب، وده أكبر فرن صهر في الشرق الأوسط. عرضنا عليهم أرقام الصادرات ودي وصلت 1.5 مليار دولار في عام 2023، ده أكبر رقم تحققه أي شركة مصرية في تاريخ الصناعة المصرية، وإحنا فعلا أكبر مصدر حاليا في مصر. اتكلمنا برضو على الاستثمارات الجديدة والتوسعات في الشركة، وإن جالنا تصريح من وزارة الصناعة لاستثمار جديد بتكلفة 900 مليون يورو لإنتاج 1 مليون طن صلب سلاب. دي تخانات مش متاحة حاليا وبتستخدم في الكباري وفي صناعات كثيرة. بنشكر الحكومة المصرية بالدعم والمساندة المستمرة للصناعة المصرية والاستثمارات الكبيرة في الطرق والمواني والطاقة الكهربائية، استفادت منها الصناعة المصرية حاليا أو هتحتاجها في المستقبل إن شاء الله. كما تشمل 2.8 مليون طن من حديد تسليح الأطوال و2.3 مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن و800 ألف طن من لفائف أسلاك الصلب. كما أن إجمالي عدد العمالة بالشركة يبلغ حوالي 10,000 فرد، نصفهم تقريبا من المهندسين والفنيين. حققت الشركة صادرات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع بنهاية عام 2024 أن تصل صادرات الشركة إلى 1.75 مليار دولار، حيث يتم تصدير منتجات الشركة إلى 35 دولة. أما مؤخراً تم تشغيل الفرن الجديد بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 5 مليار جنيه، مما يضيف طاقة إنتاجية تقدر بنحو 1.6 مليون طن من الصلب السائل سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج 2.3 مليون طن من الصلب المسطح المدرفل على الساخن. حديد عز، صرح صناعي تفتخر به الصناعة المصرية، أياد مصرية تبني وتعمر، ونفخر بها كونها مصرية.